ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المغاربة على واحد العادة كنديروها، ملي كيتحط تبصيل ديال المرقة تم ولين الخير، فيه بطيطة زويتينات كنلقبوهم وكنخليو اللحم هو الأخر. علاش؟ لا بغيتو تعرفوا علاش، أجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشريفة بخير؟ لاباس الحمد لله. حنا واحد العادة كنديروها كمغاربة، كنحطوا داك التبصيل تم ولين الخير ديال المرقة وكنخليو اللحم هو الأخر. علاش؟ علاش اخا خويا اللحم غالي، حنا بعدا ما كنديروش اللحم اولا وقبل كل شيء، ما كنديروش بتاتا، اما كنديرو دلاداند ولا كنديرو دجاج. اخويا على قد الحال، ما يمكنش لينا اللحم غالي بزاف علينا. شحال غتاخد؟ 400 شحال اجي يجيك فيها واحد ياخذ واحد؟ لا 400 وشحال نتوما في الدار؟ حنايا سبعه الناس. ايوا واش غتجينا ديروا على تورنوا؟ والله الا نديروا تورنوا كل واحد ولا القرعه وداكشي اللي كاين. لا خويا كنديروا اما اللحم اما لاداند ولا دجاج، هادشي اللي كنديروا على قد الحال. ولا درتوا اللحم، شكون اللي كيفرق عليكم اللحم؟ ما كتفرق الوالده، هي اللي كتفرق، هي اللي مكلفه. كل واحد كتعطيه شنيتيفه، شنيتيفه اش غادي اش غدير هاد الشنيتيفه جديده فين؟ ونديروا المرقه عاديه عيب الخضره السيك ونهنيو الوقت. ايوا هادشي اللي كاين، اش غنديروا خويا؟ الوقت غلات بزاف، او بنادم ما بقاش يقدر كاع يوصل للحم. اللحم كتوقف حتى عند الجزار، كاينين الناس كاين اللي كيجي ياخذ 2 كيلو 3 هادي، وانت على 400 ولا 300 واقف. لاش شاد على الصف؟ ماشي على الصف، فتنا الصف ديك الجي. اللهم اخويا تجي وجا مره، تا واخا غلا مره في العام، راه حنا كنديروا داك الطيب نقسموه على 70 الف مره. يلاه يلاه. وبين وبين كد العاده، من شحال هادي ديال كنخليو اللحم هو الاخر؟ هو الاخر من شحال هادي؟ ما يا دابا انا في عمري واحد 57 سنه، راه ملي عقلت على راسي وحنا كنفرقوا اللحم ضروري هو الاخر، زعما شي حاجه راه التفصيل عامر. ومنين راه داكشي اللي عطى 400 ولا 300 كنتسناو حتى الاخر وكتشي حاط على عينو. تحياتي. شكرا. ماشي بعد واحد العاده كنحطوا داك الطبيسيل ديال المرقه تم والخير، بطيطات زويتينات كنقبوهم وكنخليو اللحم هو الاخر. علاش؟ كنخليو اللحم هو الاخر حيت كيكون غالي ياك، ومن الاحترام من الوالدين كنخليو هما اللي يفرقوا. هما اللي يفرقوا حيت يحطوا تعادل، كل واحد يعطيو شويه، كل واحد يحط ولا ما فرقوش الوالد ورا كلشي. اي بالك الوجوه كي اللي ما غياكلش، كي اللي ما غيشيط لي والو. وعلاش هاد العاده هي من شحال هادي ديال الجدود ديالنا في نظرك انت كنخليو اللحم هو الاخر؟ على قبل البنة، على قبل البنة خصو يبقاو تبقى القنة ديال الطبسيل بنينة. هذيك هي الاخر كتشتي. يعني كشعب مغربي عندنا واحد العادة، ملي كيتحط الطبيسيل ديال المرقة تيم ولاد الخير كنقبو بطيطات، ولكن علاش كنخليو اللحم هو الاخر في النظر ديالك؟ كل بلاد عندها الثقافة ديالها، وبالنسبة للمغرب معروف بهاد الثقافة هذه، يعني من شحال هذه ما يمكنش حنا غادي نبدلوها ولا شي حاجة، كتبقى عرف تربوا عليه من الصغر. ماشي يعني حيت اللحم غالي، هذا توا ولا من الاسباب اللي خلات المواطنين يعني يمشيو في هذا الاتجاه. شكون اللي كيفرق عليكم نتوما اللحم في الدار؟ لا حنا ما صراحه ما اللحم غالي كما قلتي ما كديروش. لا بكل تواضع. لا بكل تواضع. لا حيت ماشي كلشي بطبيعه الحال، ماشي كاع الديور بحال هكا، ولكن الاغلبيه، غير الاغلبيه، حنا كندويو دابا غير على الاغلبيه. اغلبيه كيخليو اللحم هو الاخر. وي تحيه. عليكم السلام احمد. شريف بخير؟ بخير. حنا المغاربه عندنا واحد العاده، ملي كيتحط طبيسيل ديال المرقه وكنتجمعوا عليه، يعني كنبداو نقبوا خوي الزوات بطيطات زويتينات وكنخليو اللحم هو الاخر. علاش؟ حيت اللحم غالي اخويا. اللحم غالي. اه شحال كديروا نتوما ديال اللحم؟ نص رابعه. نص رابعه؟ نص رابعه. وشحال نتوما في الدار؟ شي 11 واحد. 11 واحد على نص رابعه بكل تواضع. بكل تواضع. اييه. كي كديروا ليها؟ وكنخاف خويا يهزو ويخلينا حنا بلا حاجه ولا شي واحد. تولي ماوش. ماوش. شكون اللي كيفرق عليكم هذيك النص رابعه؟ الوالد. الوالد ديالك هو اللي كيفرق عليكم.